بقية المباراة بتكون يعني مباراة الترجي في الملعب الأولمبي بالمنزه. مناشي ملعب البومبونيرا في الأرجنتين أو ملعب سانسيرو في إيطاليا، نحن في ملعب المنزه في تونس، وهذه هي أجواء جماهير الترجي قبل اللقاء اللي جمع فريقهم في كأس رابطة الأبطال الإفريقية في كانو ياوندي الكاميروني. جماهير غفيرة من أحباء الأحمر والأصفر كانت اليوم في الموعد لمؤازرة فريقها في مباراته أمام الملعب التونسي والاحتفال بالتسعينية. جماهير أطفت فرجة كبيرة في مدرجات ملعب المنزل. الترجي وسط الاسبوع تقريبا 30 ألف متفرج كانوا في ملعب المنزل هالاربع العشيه. حضور جماهيري كبير رغم مباراه وسط الاسبوع صابر خليفه في 81 دقيقة لعب. جماهير كبيرة جدا، رقم قياسي من أحباء الترجي النادي التونسي، أكثر من 45 ألف متفرج من أحباء الترجي النادي التونسي. إحدى نقاط قوة الترجي التونسي تبقى جماهيره الوفية، معدلات عالمية في الحضور للملاعب، تشجيع إيجابي ومتواصل وفرجة على الدوام. أضافت للفريق رونقا خاصا لتكون مباريات الأحمر والأصفر مهرجانا بأتم معنى الكلمة. بين 20 و 30 ألف متفرج أسبوعيا، ورقم قياسي كذلك في عدد المشتركين اللي تجاوز الـ 12 ألف. مؤثر وجهلنا الجماهير الكل. تفاعل الجمهور. تفاعل الجماهير، الجمهور الغفير، هذا الجمهور اللي من ذهب، نقول جمهور من ذهب، مثله مثل جمهور الترجي. جمهور البارسا مثل جمهور الترجي اللي وراء الفريق نتاعو في المقارنة هذه في المحافل الكبرى. لاعب فريق الترجي النادي التونسي شد الوعد، مبروك مبروك وهنيئا للترجي النادي التونسي.